بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك عظم، وعلى اله وصحابته والتابعين والتابعين بإذن عدد ما أسعوا الله. اللهم ارزقنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واتوب علينا. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا العام الهجري الجديد عاما مباركا لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر الناس أجمعين. اهدي كل حيوان وكل ضال واقبل توبة كل تائب. اللهم هب مسيئنا بمحسننا يا رب العالمين، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك نعمة الإسلام والإيمان والإحسان حتى تتوفانا وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين، غير مفتونين وغير مخزيين وغير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن نبينا وذرياتنا وعلمائنا وآل بيت نبينا، وخصوصا سألنا دعاء المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق ورجاء يتبعك لا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، حكم القراءة وشرح الكتاب حشية الشيخ الإمام البيهوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين. حشية الشيخ ابراهيم البيهوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن البيهقي قرية الشفاع رحمه الله تعالى في فقه السنة الشافعي. تكلمنا فصل في أحكام البصر في الجلسة الماضية، والبصر حرام من الكبائر، وهو الاستيلاء على حق الغير، الاستيلاء على حق الغير مباهرة بغير حق فقط، ويكون عدوانا. طالما بغير حق يبقى عدوان وظلم، والقصد حرام في صغيره وكبيره، يعني وله قصب حتى حبة قمح لا تحل له، خرز سبح، قلم، جاد، أي حاجة ولو تفت تفضل اسمك غاصب لحد ما يجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيك العبد اللي أنت خدت منه. ولما يحكم فيك عبد والعبد أصلا قتور وشحيح تبقى أنت بعيد، مش عبد لله، عبد للي ظلمه. فخليك عبد لله ما تظلمش حد. لما تبقى عبد لله وربنا غفور رحيم تعدي، لما تبقى عبد لشخص في وقت يوم القيامة وعند القنطرة، القنطرة دي حيث دعني كمان ما تمر حتى على الصراط، ويبقى خلاص الجنة قدامك اهو، يعني خلاص بقى آخر مرحلة. تلاقي أصحاب الحقوق واقفين كعبدالله والرحم والإكرام، وشغلانة كبيرة مش سهلة، فربنا ينجينا. فصل في أحكام البصر، وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجهرا، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويرجع في الاستيلاء للعرف.
ممكن تقول ويرجع في الاستلام أو يرجع أي مكلف في فهم معنى الاستلام لبقيته، ودخل في الحق ما يصح غصبه مما ليس بمال. لما يقول حق يبقى حتى ولو حاجة غير متمولة لكنها يصح غصبها، يعني يصح فيها التملك. ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، لأن جلد الميتة إذا طهر بالدباب صار مالا ممكن تبيعه. لما تقول هو جلد ميتة نجس فلا يجوز بيع النجس، يبقى ليس بمال طول ما هو جلد ميتة، لكنه ممكن ينتفع به بوجه من الوجوه وهو الدباب. ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوان الاستيلاء بعقد، لأن أنت ممكن تستولي على حق الخالد الغير بغير عنوان بالوكالة، وكلك أنك تستلم شقته ورحت استوليت على الشقة وخدت المفتاح بالوكالة، ده ما فيهاش حاجة. أو مثلا بالإيجارة استأجرت شقة من غيرك، أو بالإعارة أو بالهبة أو بالبيع والشراء، كل دي حقوق لا عقود، إنما هنا بغير حق. ومن غصب مالا لاحد لزمه رده لمالكه. احنا قلنا في الغصب يلزمه اربع حقوق: حق لله، الحاكم يعذره. دلوقتي في المجتمع احنا بنسال حق المجتمع او قضيه عامه، يقول لك حق القضاء او حق المجتمع او شيء من هذا، اسمه حق لله. احنا عندنا في المسلمين نقول عليه حق الله. في الدولة المدنية العلمانية يقول لك حق المجتمع، لأن العلمانيين يعني بيهتموا، يقول لك إن الناس تحكم نفسها. احنا عندنا الناس ما بتحكمش نفسها، اللي بيحكمنا هو الله، الحاكم هو الله. وإن حاكم المسلمين بيحكم بفهمه من حكم الله، بما يفهمه من حكم الله، وليس بحكم الله كمان، ده بما يفهمه. واحنا مكلفين بطاعته طالما هو يامرنا بامر يحتمله حكم الله لنا، احنا مامورين، وله ان يختار المذهب الذي يجده مناسبا لحكم الرعيه، فلا تعترض عليه بمذهبك كمان، لانك صرت من الرعيه لك السمع والطاعه. لكن الحاكم في الحقيقه هو الله عند المسلمين، انما في الدوله المدنيه الحديثه يقول لك والديمقراطيه الحكم هو الشعب. غلط، احنا عندنا الرعاع يتحكم. الشعب اغلبه رعاع وجهل ما يعرفوش مصلحته، فما ينفعش هيحكم يعمل ايه؟ تصور انت مجموعه رعاع واغبياء وجاهلين وما يعرفوش حاجه عن امور دينهم ولا مصالح الدنيا، وليس لديهم حكمه، وخدوا شويه اصوات وبقوا اعضاء في البرلمان وطلع منهم رئيس جمهوريه. هيعملوا ايه؟ الديمقراطية ممكن توصل لك، لأن مسألة عدد أصوات والرعاع من حيث العدد أكثر من نقطة، تمام؟ فلو حكمنا العدد بس هتبص لها رعاية، عشان كده الديمقراطية الحديثة دي اللي احنا أصلا مش عارفين حتى ننفذها، برضه لو نفذناها صح هتطلع غلط، حتى لو نفذناها صح وما زورناهاش هتطلع برضه غلط، لأن في الآخر هتلاقي الرعاع يحكمه الدواء ويدسف لك وتيوليوم، وده ما ينفعش. احنا عندنا الحكم الولايه تكون لاكثر الناس حكمه باختيار مين الصفوه، الصفوه هي اللي تختار اهل الحل والعقل، اللي احنا نسميهم النخبه دلوقتي في المجتمع الحديث، كان يسموهم اهل الحل والعقل، اللي هم الناس التي لا تشترى زمامهم ولا يعني ليهم مبادئ، مش يبيع مبدأه ويبيع رايه ووعدهم نصح للمسلمين وشفقة على المسلمين، هم دول أهل الحل والعقد، هم دول اللي ينتخبوا ويترشحوا ويرشحوا. والله تعالى ومن نصب مالا لأحد لزمامه، أول حاجة يبقى احنا عندنا لزمامه ثلاث حاجات متعلقة بصاحب المال اللي خده، وحاجة رابعة متعلقة بحق الله، ان هو ما رعاش حرمة مال الغير وده حرام عند الله، فيبقى لازم المالك الحاكم يعذره كمان، يعني حتى لو عمل الثلاث حقوق الحاكم يبقى قابض عليه برضه ويعمل له عقاب اسمه تعزير،
واخد بالك ازاي بقى؟ حتى لو تاب يعذر لانه تجرب، قد يكون التعذير ده يسجنه يوم اثنين، يجلي له 5-6 جلدات في مكان عام علشان يعني يكسر عدوانه على الناس. يعني شوف المناسب ايه في التعذير، ينقله من وظيفته، ينقله من البلد دي، يمنعه من دخول هذه المدينه لمده عام عشان يبعد عن قرآن السوء اللي شجعه او شيء من هذا. المهم يبقى في عقاب تعذيري لحق الله، والتعذير هي عقوبة غير مقدرة بخلاف الحد، عقوبة مقدرة. يعني الحد عقوبة شرعية والتعذير عقوبة شرعية، الفرق بينهم دي مقدرة شرعا والثانية مملوكة للحد. يبقى لازمهم من جهة الله أن يعذر وليكون بتعذيره الحد، دي حاجة. الحاجة الثانية أن يرد اللي غصبه، وعليه كمان قرش النقص، يعني لو نقص قيمته يدفع الفرق. وعليه الثالث الإيجار، يعتبر فرق بقاء الشيء المنصوب عنده كأنه مأجره. نشوف إيجاره قد إيه في اليوم، زي ما قلت لك مثال المرة اللي فاتت، غصب سيارتك وخدتها لمدة شهر، يبقى لازم يرد السيارة ونشوف السيارة عمل فيها حوادث، كسرها عملها، يبقى يصلح تكاليف إصلاحها عشان ترجع زي ما كان، له قرش النقص. ونشوف إيجار السيارة دي بالموديل ده بمحلات إيجار السيارات بتتكلف كام في اليوم، يقول لك 100 جنيه في اليوم، خدها شهر يبقى كمان يدفع 3000 جنيه إيجار، واخد بالك؟ يبقى عليه الحاجات دي كلها. وعشان كده بيقول ومن غصب مالا لاحد لزمته رده لمالكه ولو غرم على رده ابعض قيمته. هدي لك امثله بقى في الحاشيه امتى هو يلزمه على الفور، لكن في بعض الصور لا يلزمه على الفور. هيدي لك بعض الصور اللي هي امتى لا يلزمه رده على الفور، يعني ممكن يبقى في نوع من التراخي. هيدي لك الصور. وكمان معظم الاسئله في الامتحانات كمان يجيب لك ايه في الاستثناءات، لأن معروف إن القاعدة يلزمه رد على القول، يقول لك متى يجوز التراخي في رد الغصب؟ يبقى ليه السؤال ولا المحل سؤال. ولازمه أيضا قرش نقصه، النقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبس، ولازمه أيضا أجرة مسحه كأنه مأجره. أما لو نقص المقصود برقص فعله، يعني مثلا المسؤولين الكبار اللي ياخدوا عشرات الالاف من الامطار من ملك المجتمع والدوله والمسلمين جميعا، ويبني عليها بيوت ليه وعمارات ليه ويبيع بغير حق كده، واخدها بقى لها 10 سنين، نشوف ايجار الارض دي 10 سنين قد ايه، يدفع الايجار من خزانه الدوله. دي اول حاجه. ثاني حاجه لازم يردها، واخد بالك؟ وبعدين يتوب الى الله، وبعدين كمان ننصب ليه محكمه انه استغل منصبه كمان، ونعاقبه الحاكم علشان حقه لحق الله. فدي مساله مش سهله، لان من اغتصب قيل شبر من الارض طوقه، قيل او قيل تنفع، بس الاكثر على انها قيل، قيل شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. معنى ايه ومن يضلل ياتي بما ضل يوم القيامه، كان النبي انفصل لله. اما لو نقص المغصوب برقص سعره فلا يضمنه الغصب. لو رقص سعره لوحده لكن هو ما نقصش بذاته ما يضمنش. زي ما قلت لك، هو غصب منك الشقه بتاعتك وكانت العقارات ساعتها غاليه قوي، على ما ردها لك بقت الشقه العقارات كترت وبقت الشقه نص مليون جنيه بقت 800,000، لكن الشقه اداها لك زي ما هي مش نقص ولا حتى اجره، يبقى ما عليهوش حاجه. مش هقول له دي الا هي نقص، نقص برقص السعر مش بنقص فيها، خدت بالك؟ هنا ما يجرش. بس هيدفع ايه طبعا؟ يعني مش هيدفع هنا القرش بقى قرش النقص، لان هنا النقص هنا رقص سعر لكن مش نقص فيها، واضح؟ فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرئ اقدر لرده، فان تلف المرسل
الامر ايه بمثله ان كان له اي مقصود مثل. والاصح ان المثل ما خسره كي اول وجاز السلم فيه كنحاس وقط لا غليل ومعجون. الغليل والمعجون ده نوع كده من الغليل من انواع الطيب المختلف، يتعمل زي بازلين او جرين او يتعمل سائل ويطيب. والحاجات التركيبية دي بتختلف وتتفاوت بنسب التركيب وكده، فهيبقى الاوصاف فيها صعب ضبطها وبالتالي ما ينفعش. لا غالية ومعنى. وذكر المصنف ضمان المتقوى في قوله او ضمنه بقيمته ان لم يكن له مثل. يفرض ملوش مثل ممكن قيمته قد ايه؟ زي ما قلت لك لو الكرسي ده وصفه والكرسي ده كان صنعة يد مش صنعة مكنة، صنعة يد يعني ده بقيمة لها ملوش مثل صنعة، لان لو رحت لنفس الصنع اللي عمله ايده عمل واحد زيه مش هيطلع زيه. هو الهاند ميد كده ما يبقاش واحدة تانية زي التانية، لازم تلاقيها بقى واخد بالك. فيبقى ايه الهاند ميد كله ده ملوش مثل، لكن المصنوع اللي هو مصنوع باليد يعني ده اسمه ملوش مثل. لكن اللي ليه مثل اذا كان زمان برضه قبل ما يعملوا البنطلونات كانت العبايه ملهاش مثل طالما متخيطه لانها بتتعمل يدوي كل حاجه يدوي. وعشان كده كان مثلا العبايه بتاع مثلا جدك تلاقيها ثمنها بثمن 20 عبايه دلوقتي. ليه؟ لان دلوقتي دخلت في الصناعه، يجيب لك مجموعه قماش قصه واحده يعمل لك 100 عبايه. لكن كان زمان لا، العبايه عشان تروح تستلمها ياخد منك المقاس ويجيب لك القماش ويقعد يعمل لك بايده، وحتى الحز بتاعها يعمله بايده شغل دقيق وياخد وقت، يستلمها بعد شهر ويمكن بعد شهرين، شغلانه كبيره بتبقى كل الحاجات دي كانت غاليه. عشان يبقى كل ما هو مصنوع باليد مش صناعه المكنه اسمه لا ليس له مثلي. يبقى ده ما قدامناش الا قيمته. هيرد لو تعلم يجي لي بقيمته. خدت بالك؟ ان لم يكن له مثل لان كان متقوى واختلفت قيمته. طب اختلفت القيمه نديله، علشان احنا هنا عايزين يعني نعقله اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف. اغلى قيمه من يوم الغصب ليوم التلف. والعبره في القيمه بالنقد الغالي اللي هو نقد البلد اللي حصل فيها الغصب. فان غلب نقدان افرض بلد بيتعاملوا بنقدين زي بعض البلاد المفتوحه، تلاقي بيتعامل بالدولار واليورو والاسترليني وعمله البلد كله في وقت واحد شغالين. يبقى اذا غلب نقدان وتساويا يعني في الشيوع، قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما. ده نهاية ايه؟ شرح باب الغصب. احنا كنا واقفين على قوله في الحاشية ودخل في الحق. ودخل في الحق ما بيقول ايه؟ الاستيلاء. الاستيلاء على حق غير عدوان. ويرجع في الاستيلاء للعرف ودخل الحق في الحق ما يصح غصب. فبيقول ودخل في الحق اي ودخل فيه ايضا المال. وإن لم يتمول كحبة بر، حبة قمح طبعا دي مش ما تقدرش تبيعها، لكن حبة وحبة وحبة تقدر تبيعها، تعمل كيلو تعمل كيلو، لكن اسمها الحبة دي من جنس المال وإن كانت لا تتمول برضه، يبقى إيه دخل في هذا، فهو قيد الإدخال. وقول ما يصح غصبه أي ما يصح الاستيلاء عليه، بخلاف ما لا يصح الاستيلاء عليه كالحشرات والخمر غير المحترم والكلب العكور والخنزير. كل ما لا يصح الاستيلاء عليه هو ما لا يصح بيعه. ما لا يصح بيعه زي ايه؟ زي عندنا هنا مثال الحشره، ما ينفعش ابيعه، ابيع بالذات ذباب او ابيع بعوض، ما ينفعش. ومثله كالحشرات والخمر غير المحترمه، يعني خمر ويتملكها ووضع ايده عليها مسلم، تبقى دي خمر غير محترمه لانها ليست ملعن للمسلمين. لكن لو كانت ذمي يبقى ملعن، يبقى خمر محترم.
والخمر غير المحترم والكلب العقور، لان الكلب العقور مطلوب ايه؟ مطلوب قتله لانه مضر. فلو انا عندي كلب عقور وجا واحد قصب وخدوه يبقى ما يضمنوش لانه اصلا المفروض يقتل. كويس؟ والخنزير، لان عندنا برضه الخنزير غير محترم عند المسلم لكن عند الذمي قد يكون محترم فلا يصح قصده. ايضا ما يضمنوش ما يضمنوش لا ما يتأثر عقور. عقور يعني ايه؟ يعني مريض، يعني بيعور الناس كده مريض. وهو كلب العقور اصلا في الاخر المريض ده بيموت لوحده لانه بيبقى مريض عنده مرض جنان يوم يهبش حتى صح. ما يضمنوش لكن يأثم، يأثم بفعل الغصب بس لكن لا يضمنه. ما يجبش كمان لانه اصلا هو ما يتملك شيء في المستقبل ولا يضمن. يأتي ده المسلم، لكن لو كان المسلم خنزير لمسلم يبقى ما يضمنش كده. خنزير لواحد مسيحي مواطن مواطن، احنا مش هنذم بقى، احنا بنشرح دلوقتي مجتمع جديد عقد المواطنة، اسمه عقد المواطنة، وده عقد برضه من العقود الجائزة يعني في الشرع، يبقى اسمه عقد المواطنة. فمواطن يهودي أو مسيحي عايش في بلاد المسلمين، وأنا خدت ماله اللي هو غير محترم عند المسلمين لكن محترم عندهم، يبقى لازم أضمنه. واضح؟ الحشرات كطعم على مذهب الشافعية ده لا تجوز بيعها لكن يسموها رفع اختصاص، بس رفع اختصاص، وبالتالي لا يضمن. فعند الفرق بين رفع الاختصاص وعقد البيع يظهر في الضمان، يبقى ما يضمنش. احنا بنتكلم عن الضمان كده. والكلب العقور والخنزير فلا يصح غصبه لانه لا يعتد بوضع اليد عليه. واضح؟ عايز تجيب امثله ثانيه؟ ممكن عنده تعابين سم لا يعتد بوضع اليد عليه. واخد بالك؟ اصل هو بيشتغل في السر وعنده تعابين مالناش دعوه. ايه اصلا السر دي؟ شغله السر دي يعني هل تجوز شرعا ام النبي عايز منكش؟ لانها تعريض للحياة للخطر بلا ضرورة. متمنى الناس اللي بيروحوا له الأسود تلاقي إيه تسأله يقول لك أبويا مات كسب كلب وعمك عمه كلب. ليس كده؟ أنا شفتهم مرة استضافوهم الناس اللي في السيرك المصري اللي مسؤولين عن تصدير الأسود. تلاقي كل العيلة كلها أسد. أو يعني بيعرضوا نفسهم لخطورة مالهاش لازمة، والشرع يقول لك لا يبيح مثل هذه الخطورة أصلا. وهل يجوز إن أنا أجيب الأسد من الغابة أصلا واحبسه عندي وبعدين اكله واتكلم في الطعام وعز الكائن اجيبه فيها غير البيئه واقعد اجلده واضربه واعمله؟ هل يجوز؟ لو الشبكه الحيوان حتى يقول لك لا يجوز. وبعدين اعرضه واحطه في وسط الناس الامنين؟ طب انت هرب ده ممكن يولد دماء المسلمين. عشان كده كان السيد احمد الصديق الغماني كان له مؤلف في حرمه حديقه الحيوان. لما عمل حديقه الحيوان في الجيزه كانت لسه معموله جديد بقى وكانت يعني هيلمان كبير، فألف كتيب صغير في حرمة إحضار الحيوانات من بيئات، يقول لك أنت ليه هتعذب الحيوان؟ تجيب حيوان من الجليد تعيشه في بيئة استوائية يبقى مش قادر ياخد نفسه، تخنقه وبعدين تجيب له روح ثلج تحطه قدامه. ده هو تعيش من الثلج للنهار، هتحط له أنت روح ثلج تضحك عليه يجيله اكتئاب نفسي ويجيبه هياجه وممكن يهجم على الحارس بتاعه ويهوره، غير تكاليف اطعامه وغير حاجات، يعني استدله كثيره. واخد بالك؟ فيعني موضوع حكايه السيرك دي مش السيرك والكلام ده، يعني دي حاجه عايزه تتناقش، لان ده اصلا بدعه غربيه عملها الجماعه الغربيين واحنا دخلناها ده. بس ادي الحكايه. زي الملاكمه، رياضه الملاكمه لو اتفرجت عليها تلاقيها حرام شرعي. واخد بالك؟ لو رياضة مثلا مصارعة الحرة اللي بيحبها الأمريكان قوي، يعني هتلاقيها عندنا في مفهومها عند المسلمين
ينفعش كده ان انا اعذب غيري واضربه او اعود نفسي انا غيري يعذبني. انما انا اقوي جسدي اه مفيش مانع اتمرن على بعض الحركات دفاع عن النفس مفيش مانع، انما انفذها بغيري وهو ما تعداش عليا علشان الناس تدفع تذاكر وتتفرج وبعدين اديله الابيض او هو يديها لي. يعني كل الحاجات دي تلاقيها حاجات قابله للمناقشه لان احنا استوردناها وجبناها وما عرضناهاش على الايه؟ على الفكر الاسلامي بسبب المدنيه الحديثه. وكل ده تم ايام استعمار بلاد المسلمين بالغرب، لما استعمرونا نقلوا لنا كل ايه؟ حتى وسائل ترفيههم جابوها بالبلاد. واحنا اتولدنا وجينا لقيناها معهم فلازم نناقشها يعني. وخرج بعدوان وخرج به ايضا مال او اخذ مال غيره يظنه ماله. احنا قلنا ان الغصب حرام طبعا وياثم وعليه وعليه وعليه، لكن امتى يبقى لا ياثم وغاصب؟ لو كان ظنه ماله وخد يبقى ساعتها اسمه غاصب ولا ياثم لانه كان بيظنه ماله. فاول ما يعرف انه مش ماله عليه ان هو يروح له يرجع تاني ايه؟ لنفس التحكيم. وخرج بعدوان وخرج به ايضا مال او اخذ مال غيره يظنه ماله وقد علمت ما فيه فهو قيد للاخراج. وقالوا الاستيلاء بعقد، يعني خربت كلمه عدوان دي خربت الاستيلاء بغير عدوان. زي مثلا ايه؟ انا برهن عندي حاجه من مال الدائن المدين علشان اضمن حقه. الرهن ده لما انا استوليت على جزء من مالي عندي، بس ده بعقد بحق، عقد الرهن وده عقد شرعي طالما بحق. يبقى كلمه عدوان خربت اي حاجه فيها استيلاء بعقد او بايه؟ بغير عدوان. كاستيلاء الوكيل والوديع والمستاجر والمستعير والمهتدي، فان الاستيلاء على حق الغير بذلك ليس عدوانا، وكذلك الاستيلاء عليه بشراء او هبه. الشراء يعني عقد بيع او هبه، يعني تبقى عقد هبه لكن بلا مقابل يعني. لكن تسميته حينئذ حق الغير بحسب ما كان باعتبار ما كان، لانه بعد الشراء والهبه ليس حق الغير كما هو ظاهر. قصد ومن غصب مالا لاحد لزمه رده لمالكه، ومن غصب الى اخره. من شرطيه وغصب فعل الشرط ولزمه جواب الشرط. وذكر المصنف انه يلزمه ثلاثه اشياء، ويلزمه ايضا جايب الرابع اهو التعزير لحق الله تعالى. دلوقتي في الدوله المدنيه يقول لك حق المجتمع مش كده برضه؟ لكن هي حق الله. ويلزمه ايضا التعزير لحق الله تعالى يستوفيه منه الامام او نائبه، وان ابرأه المال. يعني لو غصب وانا سمحته، انا صاحب المال وسمحت الحاكم برضه مطلوب انه يعرض عشان ما يتجرأش بعد كده، ما يتجرأش يكررها تاني في حته تانيه مع واحد تاني يمكن ما يسمحوش. فاهم؟ حضرتك لو كان الواحد غصب ماله ويظن ان هو ماله، هو يكون عينه ولا يكون يعني عين الحاجه اللي بيغصبها دي اللي كله ظنها انها ماله ولا لو كان؟ انا اديتها لك مثال، يعني مثلا افرض انت الموبايل بتاعك المحمول بتاعك ضاع منك وانت معلمه بعلامة معينة كويس، فلقيته محطوط كده واحد حطه على مكتبه ودخل يتوضا، فبصيت على المكتب قال له ده الموبايل بتاعي، العلامة بتاعته ايه؟ وبصيت عليه وقلت اه بتاعي، رحت واخده حطيته كده. واخد بالك؟ في اللحظة دي وانت بتعمل كده ولقيته بتاعك، انت مش قاسم شرعا، مش قاسم، لست قاسما شرعا. طبعا دي انت فيها تفصيل لان الملكيه عندهم رايين، الملكيه عندهم لازم ابلغ الحاكم الاول الشرطي، والشرطي هو اللي يمكنني منه مش انا اللي عنده. الشافعيه يقول لك لا، طالما ليا الحق خده، واضح؟ ما تروحش للشرطي، خده طالما تمكن. يبقى فيها خلاف في المذاهب، فاحنا بنتكلم على مذهب الشافعي مثلا. فانت خدته بعد اخدك ليه وانت شايف انه بتاعك، لا انت مش قاسم شرعا. جيت بعد شويه بقى
تطلب فيه بتعمل لقيت لقيته ان هو فعلا في نفس العلامه بس ده مختلف، ده نمرته مختلفه، ده في حاجه ثانيه مختلفه، ده في اوبشنز ثانيه ما كانتش في الموبايل بتاعه. ده الظاهر بقى انا اللي اختلط عليا. يبقى انا في اللحظه دي باول ما اكتشفت عليا ان انا ارد، ولو قعدته معايا بعدها بشويه يبقى انا كده قاسم، لكن لحظه ما خدت انا كده ما كنتش قاسم. واضح؟ لكن برضه قاسم عند الملكيه. يعني لو بنقرا في مختصر خليل يقول لك لا، لو لقيت حقك عند من سرقه بلغ البوليس حتى يمكنك الحاكم من اخذه، لان انت لو خدته منه عنوه وهو حقك افتقدت على الحاكم، افتقدت على الحاكم فبقت فوضى. كل واحد بقى ايه ياخد حقه بدراعه، يعني بقت فوضى. واخد بالك؟ راي الملكيه يقول لك مراعاه لحق الحاكم حتى لا تعم الفوضى، والا مش كل واحد يقول لك انا باخد حقي بدراعي، لا انا باخد حقي بسلطه القانون. فهمت بقى ازاي؟ اللي هو ايه الحاكم. ففيها يعني ايه خلاف في المذاهب. طب وانت تعمل ايه وانت شافعي؟ تشوف الحاكم اختار اي مذهب. الحاكم مثلا في القانون بتاعنا نص على ايه؟ انت هيفرق النص واختار الملكيه وانت شافعي. امشي. يبقى تمشي على راي الحاكم في المساله دي. مع ان اعتقادك بمذهبك من حيث الادله عندك لو خدتها انا ما فيهاش حاجه. بس حتى لا اتعرض لمساءله قانونيه، حتى لا اكون يعني مجرم قضاء وليس ديانه. واضح؟ ومن غصب فبيقول من شرطيه وغصب فعل الشرط ولزمه جواب الشرط. وذكر المصنف انه يلزمه ثلاثه اشياء، ويلزمه ايضا التعزير لحق الله تعالى. يستوفيه منه مين؟ الايمان. مش انا يعني. يعني هو الغاصب خد مالي ورده لي، ما ضربوش على وشه. وانا مالي؟ لان دي سلطه الحاكم هو اللي يضربه. فهمت؟ سلطة الحاكم هو اللي يضربه. لكن انا سلطتي عليه ايه؟ ان يرجع لي مالي، ولو نقص يجيب لي فرق النقص، وان اخد منه ايجاره مدة بقائه معاه. هو ده اللي حكي منه. لكن ما المسوش. واضح؟ المهم دي صوت الصوت. لو صاد عليا بقى ده جاي بيزعل حتى لو ما بصرش، ده جاي يضربني اضربه. احنا بنتكلم هو جاي يردهولك يقول لك اهو. تقوم انت من غصبك منه لا مجرم اخدته تديله بالفلوس، ما ينفعش الشغل ده. خدت بالك؟ انما جاي يتعدى عليا حتى لو ما كانش غاصب، ما انا لازم ادفع اسقاط. يستوفيه منه الامام او نائبه. نائبه اللي هو مين؟ الوقت الشرطه اللي بتنفذ الاحكام. لان في سلطه قضائيه وسلطه تنفيذيه، السلطه القضائيه هي والتنفيذيه هي الداخليه تنفذ. واضح؟ وان ابرأه المالك، حتى لو المالك بره برضه يبقى في تعزير اللي هو سموه حق الله. ولو غصب امة، هيدي لك بقى امثله، فحملت بحر في يده بان وطئت عنده بشبهه. الراجل ده غصب أما. أما يعني رقيق ملكي. والبنت الأما دي نايمة عنده شقة. سبحان الله، الأما دي لما نايمة في الأوضة كانت الأوضة دي اللي بتنام فيها مرات ابني. فابني جاب السفر بالليل، فتح الأوضة بتاعته لقى ست نايمة في الضلمة بتكر حمراء، فوطئها اسمه وطي شبهة. ما يعرفش ان ابوه كان قاصد من غيره. فهمت؟ فلما وطئها حملت اللي بطنها ده حر ومحترم، لانه ده وقت شبهه، ما كانش فيه زنا، ما كانش في نيته الزنا دي خالص، ما يعرفش. فهمت ازاي؟ فيبقى اللي بطنها ده حر. لو كانت عند سيدها اللي بطنها ده عرب، يعني ملك سيدها، زي ما يبقى عندك معزه وخلفت، يبقى المعزه وابنها ملك. مش كده برضه؟ لان حيوان محترم، الامه حيوان محترم. فالمهم، فلما حملت بالحر ده بسبب وطن الشبهه،
وهي كانت مقصودة عند هذا الرجل، نعمل ايه؟ ولو غصب أمة فحملت بحر في يده بأن وطئت عنده بشبهة، لازم الواطئ المهر يجي للجدع بقى بعد ما صحي بالنهار، لا أمر مش مهر، يا دي المصيبة، يلزم هنا مهر المسيح. ده الواطئ بشبهة بقى، أحكام الواطئ بشبهة، لازم الواطئ المهر وقيمته وقيمة الولد، يلزم للواطئ المهر يديه لمين؟ لصاحب الأمة لما تفرض له، كويس؟ لأن هي ملهاش ذمة مالية، والمهر اللي هيعملها سيدها، لازم الواطئ المهر، ومش كده وبس، وقيمة الولد، لأن الولد اللي برناه ده هيبقى ابنه حر زيه، لكن لو دي كانت تحت إيد صاحبها وكان زوجها كان هيبقى عبد عنده، فيقوم هو كأنه بيشتري ابنه، فيديله قيمة الولد لأنه ضيع عليه عبودية الولد ده والعبد عنده مال، واضح؟ ما أنا لو مكتبة خلينا نخلص الصورة، خلينا نخلص الصورة. طبعا الصور دي ملهاش في الواقع دلوقتي، لكن هي تمرين لذهنك علشان يبقى عندك فهم جميل في الأحكام. بس لازم الواطئ المهر وقيمة الولد لتفويته ربقه على مالكها، لأن الولد يقع أمه في الإيه؟ في الربق والحرية، القاعدة، ويدفع الأعلى في الديانة، كده برضه. فإذا ردها الغاصب على مالكها وهي حامل، طب افرض ردها الغاصب رد الأمة كانت حملت بورد الشبهة صاحب، طول ما هي حامل صاحبها ما يعرفش يبيعها ولا تحل، طب انا كنت اصلا مشتري الامة دي عشان ابيعها، يبقى انت وقفت حقيقي، خدت بالك وضيعت مالي، الامة دي كنت ممكن تشتريها من السوق ب 30 40 الف جنيه، وعايز تبيعها انت مستني مثلا الامة دي تغلى شويه وابيعها ب 45 الف ولا حاجه، فانت كده وقفت حقيقي، وقفت دلوقتي لما تلاقي حامل انا ما اقدرش ابيعها وهي حامل، لان الامة الحامل لا تباع حتى طبعا الاول مش، لان هي ممكن لو كان من سيدها تبقى اسمها ام ولد ويحررها منها، خدت بالك ازاي؟ فهنا يعمل ايه؟ فإذا ردها الغاصب على ملكة وهي حامل به لازمه أن يرد معها قيمتها، يشوف الأمة دي لو مش حامل كان قيمتها كام؟ 20,000، يرد الأمة حامل ومع 20,000، مش عشان يصرف يشيل عنده 20,000 لحد ما تولد ويرجعها له، لأنه محتمل تموت في الولادة، لو ماتت هياخد 20,000، مش كده برضه؟ لازمه أن يرد معه قيمتها للحيلولة، لأنه حال بينه وبين بيعها ما دامت حاملة، لامتناع بيعها لأن الحامل بحر لا تباع، فإن وضعته، لكن ممكن تبيع الأمة لو حامل بعبد، يعني حامل من عبد عنده، يعني عنده عبد وعنده أمة، جوزهم لبعض، فهم؟ هما الاثنين ملك، فراح تزوجهم لبعض، ولا كبخت اللي هو فرس في الحلال، فهي حامل اللي في بطنها لا عبد برضه ليه، فهمت ازاي؟ هنا بقى حامل بحر ما ينفعش يبيعها، لو حامل منه يبقى حامل بحر، فهمت ازاي؟ او حامل من الوضع الشبهه يبقى حامل بحر، واضح؟ يلزم ان يرد معه قيمتها للحيلوله لانه حال بينه وبين بيعها ما دامت حاملا لامتناع بيعها لان الحامل بحر لا تباع، فان وضعته ولم تنم بالولاده استردت القيمه، استردت القيمة اللي دفعها كأنها حطها رهن، يعني قيمة عنده رهن يضمن حق، لأنها للحيلولة كما علم، وإن ماتت بالولادة استقرت للبيع. عارف أيام الشيخ البيكوني
لحد مثلا 100 سنة فاتت كان 20% 30% من النساء يموتوا وهم بيوضعوا وبيحملوا في الحمل والولادة. فهو يعني كانت نسبة الوفيات للستات في الحوامل دول وقلت علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تموت في جمع او في ولادة لها من شديد. دلوقتي طبعا نادر بسبب الخدمة الطبية والحاجات دي والولادة القيصرية، وكان زمان ينخشب العيل فيها تموت هي والعيل لا في بنج ولا في غيره. فكانت الولادة دي مهلكة والحمل مهلكة، ما نعرفش هتعيش دي ولا هتعيش. تصور انت مثلا لا يعني 8 يعني لو 100 امرأة حامل 80 منهم يعيشوا بعد الحمل و20 يموتوا حوالين الحمل والولادة، اما حمى نفاس او اثناء الوضع او نزيف او اي حاجة. فكانت النسبة عالية جدا، عشان كده هنا يدفع للحيلولة، لان انا مش ضامن انك تموت. قرضه مالا وهنغصب مالا شمل المتمول وغيره كحبة حنطة، ولو قال شيئا لكان أعم بشمول نحو جلد الميتة والخمر المحترمة، فإن أجيب بأنه قيد بالمال لأجل القول قيد بالمال لأجل القول فإن تلف ضمن لأن الضمان خاص بالمال دون الاختصاص. يعني يقول لك افرض ممكن احنا نرد ونعتذر للشارع نقول ان هو قال كده مالا علشان الانواع غير متمولة للاقتصاد دي اصلا ايه لا ضمان فيها، نرد نقول ايه رد لانه لو كان كذلك لقيد بالمتمول ايضا فانه لا يضمن الا المتمول دون غيره. لو كان كده كان ايه لقيد، لو كان كذلك لقيد بالمتمول ايضا فانه لا يضمن الا المتمول دون غيره. لكن لما يقول ايه شمل المتمول، فبيقول شمل المتمول وغيره كحبة حنطة ولو قال شيئا لكان أعم لشمول نحو جلد الميتة، فبيقول ايه ان لو قال كده لو قيد لو قيده هنا عايز يقيده ايه، ولو كان كذلك فإن بأنه قيده بالمال لأجل قوله فإن تلف. هو عايز يخلي مكان مالا شيئا أحسن، ده مين اللي بيقول ولو قال شيئا لكان أعم، نقول له لا بس شيئا هنا حتى ما كان بالاختصاص الذي لا ضمان فيه. هو عايز يجيب نوع من المقصود اللي فيه الضمان، عشان كده قلنا وقوله لأحد أي ولو ذمية، إحنا نكتب فوق ذمية مواطنا غير مسلم، مواطن غير مسلم أو غير مكلف، يعني طفل ما الطفل مثلا غير مكلف أو مجنون أو سفيه واخد بالك محجور عليه يعني. لأحد أي ولو ذمنيا أو غير مكلف، نعم الحد يضيع عليه. يعني لو أنا قاعدين في فلسطين مثلا وغصبت أنا مال يهودي اللي هم المغتصبين دول، يبقى أنا معليش ضمان لأنه ده حربي والحربي ماله غنيمة، واضح؟ لكن بمقتضى اتفاقية السلام في مصر وأنا مصري وخدت منه ماله واحنا قاعدين في غزه وانا مصري بمقتضى قانون بلدي ابقى انا غاصب، لان بيننا اتفاق. فهمت ازاي الفرق؟ تختلف الاحكام مع اننا مسلم وانا مسلم، لكن الفلسطينيين ما فيش بينهم وبين اليهود لحد دلوقتي اتفاقيه ايه؟ تعايش معين. يبقى ما زال اليهودي بالنسبه للفلسطيني حرب، وما زال وبقى اليهودي بالنسبه للمصري بعد اتفاقية السلام بقى اسمه ايه؟ معاهد. فهمت ازاي؟ وان كنت لو دخلت للتفاصيل تجدهم ان هم اصلا نقضوا العهد من اخر مره، فالمفروض ننقضه لكن الحاكم مش عايز ينقضه. فمين اللي هينقض العهد ويعمل كم سليم على السواد؟ هو الحاكم. يقول احنا هننقض، مش انا اللي انقضه وانا موافق عادي. فهمت ازاي؟ وده حجم والا ده تفاوض برضه.
لان يمكن الحاكم مش عايز ينقض العهد بالرغم انه ما عملوه، لان شايف ان بلد غير مستعده للحرب، وانه لو حارب في هذه الظروف بلد هيحتل. فهو ايه بيتغاضى عن النقد لضعف الموجود هو فيه. فهمت ازاي؟ فشايف ان في الحكمه الرغام مثلا. فتيجي انت تقلبها شكل حريقه، تبص تلاقي الامريكان جم وقفوا في ميدان التحرير وميدان السيده عائشه ينصروا لك المرور. واحتلوا بلدك. ليه؟ يقول لك وهكذا. فيبقى ايه لازم كمان ايه من خلال ايه اختيار الحاكم. وان جنحوا للسلم فاجنح لها. مين اللي يقرر جنوح؟ الحاكم. هو اللي عارف مخازن السلاح قد ايه، قوه الجيش قد ايه، شايف المساله بوضوح. غير نحن يعني السادات لما قال حوالى فنى القتال سنه 73 بعد 6-7 ايام، وبعد قوات الجيش رفضوا. غلطانين اللي رفضوا. ليه؟ لان السادات كان شايف ان مخزون بلده خلص، وان لو استمرت الحرب الجيش هيبقى معهوش طلقات. والحرب مستمره معناه ايه؟ يجوا القاهره. لكن الثاني اللي في المعركه ما يعرفش المخزون فيه ايه؟ شايف فيه انتصار. فازاي الرئيس يقول لك لا احنا هنوقف الحرب؟ دي خيانه في نظره. فهمت بقى المساله؟ فلازم في الاخر يبقى نظرنا النظر اللي هو نظرته اوسع للامور وهكذا. مش معنى كده ان انا بسوغ ده وبسوغ ده، لكن بقول لك ده واقع حصل. وبالتالي انت ما تقدرش تقيم الامور من خلال نظرتك الضيقه، لان انت مش في موقع السلطه. اللي في موقع السلطه بتبقى نظرته اوسع. يعني ما يبقى طبيب في مستشفى غير مدير المستشفى. مدير المستشفى شايف كل الاقسام، وشايف الصيدليه فيها ايه، والخزنه فيها ايه، وشايف عدد المرضى اللي بيترددوا قد ايه. لكن طبيب المستشفى ده مش ده تخصصه بس، ده مش مليان الا تخصصه. وما يقدرش ياخد قرار عام. واضح؟ يبقى نعم الحربي يضيع عليه. قال الامريكاني بالنسبه للمصري حربي ولا مش حربي؟ مش حربي. طب بالنسبه للافغاني حربي. طب بالنسبه للعراقي حربي. واضح؟ تختلف بقى، مع ان العراقي مسلم والمصري مسلم وده مسلم، يبقى الاحكام تختلف باختلاف الاحوال والاقطار. ازاي؟ مش حكم عام لكل مسلم؟ لا. واضح؟ يا مولانا لو نظرنا بعيدا عن الدويلات والدول، لو نظرنا كدوله اسلاميه عادة. يبقى احنا كده بندور على واقع احنا مش عايشينه. يبقى احنا عايشين في الخيال وده غلط. يعني لازم تكون عليك بواقع. لو انا مصري في العراق مثلا، لكن انا مصري وانا موجود في وانت في الجيش العراقي. لا دون الجيش، انا في بلد العراق مثلا. وغصبوا مالك جوه العراق. يغصبون مال العراقيين مثلا. ومين قال لك جاهل؟ انا عايش في العراق مثلا. ما انا عارف انت عايش في العراق، بس مين اللي قال لك جاهل؟ ما هو الجهاد ده بامر الحاكم. انا الان غير الجهاد ده ما ينفعش يبقى مجموعه نقعد مع بعض كده 10 نقول يلا يا جماعه جاهل. ما ينفعش. لازم بقيادة عامة. ما انا غير مقيد بالحكم المصري الان. نروح للحكام لحد ما الحكام يقرروا. لان الجهاد بغير حاكم وغير استراتيجية فوضى وإراقة دماء وقتل بلا وصول لنتيجة. ما هو لازم يبقى في نهاية. أصل الحرب ليست مقصودة للذاتية عند المسلمين. الحرب عند المسلمين ليست قتل. الحرب عند المسلمين ل... 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 مش لإراقة الدماء، دي لحقن الدماء. واضح؟ ليس الهدف هو الحرب. الجهاد في ناس اختصروه الى القتل وخلوا الجهاد في المسلمين هو القتل. ده فكر، مش هو ده فكر المسلمين. الجهاد ليس القتل. الجهاد هو اعلاء كلمه الله والحفاظ على بيضه الاسلام والمسلمين ونشر دعوه الله للناس ولا اكراه لهم. هو ده الجهاد عند المسلمين. فان تعين القتل يكون باقل وسيله ممكنه توصلك لهدفك. لان انت اصلا بتجاهدهم عشان يهتدوا، مش بتجاهدهم عشان تموتهم على الكفر. فانت مش عايزهم يموتوا. ده انت لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ده في حال غصبهم برضه؟ يعني هم في ارضي؟ حتى هم في ارض. زي ايه؟ زي المغول لما جم وزي لازم يبقى الكتاب نظام يعملوا حكام المسلمين، قوات حربيين،
يقول لك هنعمل خطه واستراتيجيه وعايزين تطوعين علشان نجاهد ساعتها روحي. واضح؟ انما ما ينفعش يبقى الجهاد عباده فرديه. لا يصلح للجهاد يكون عباده فرديه، كما لا يصلح لك ان تصلي الجمعه منفردا وتلوي الجمعه، لا صليها ظهر. واضح؟ يعني في عبادات عباده جماعيه لازم لها قاعده، لها استراتيجيه، لها نظام. واذا استنفرتم ايه؟ طيب ولا لك تنفروا بس من غير استنفرتم؟ لازم تستنفر. طب مين اللي هيستنفر؟ الحاكم. علشان يوحد الجهود والطاقات والخطه والموعد والنهايه والاسلوب والطريقه. فهمت ازاي؟ كل ده ما ينفعش الاف الجماعات، واحنا قاعدين بنعمل كده غرقت دماء مسلمين كثيرين وما استفدناش، وازدادوا يعني تستنبطا في بلادنا. شيء دي طيب. الجهاد له فقه، له فقه عادي. قلب لازمه اي بنفسه ان لم يكن محكورا عليه، ووليه ان كان محكورا عليه. ووليه يبقى لازمه يعني بنفسه. يبقى يلزم الغاصب بنفسه من رد. طب افرض الغاصب ده محكور عليه، يبقى وليه هو اللي يرد ان كان محكورا عليه. وقول المحشي او وكيله فيه نظر، لان التوكيل في رد الاعيان لا يصح عند مذهبنا. عند الشافعية بالراجح ان التوكيل في رد الاعيان لا. الاعيان لازم العين اللي يردها هو اللي خده، ما نكر ما يوكلش. كويس، ده راي الشافعية بالوكالة. وقوله رده لزمه رده لمالكه، اي ان بقي اخذا، ان بقي يعني ان بقي عنده يعني اخذا من قوله فان تلف الى اخره. فهو مقابل لهذا المفضل. والرد على الفور الا في مسالتين. يبقى احنا الرد المنصوب على الفور الا في الصورتين اللي هيقولهم لك دول، لكن انت لو قعدت بقى تعصر مخك ممكن تيجي صور ثانيه. كويس؟ لكن هو عايز يديلك صورتين واضحين. والرد على الفور الا في مسالتين، الاولى ما لو غصب لوحا وادرجه في سفينه وصار في اللجه وخيف من نزعه تلف محترم من ظرف او نفس او مال. ولولا الغاصب على الاصح فلا يرد في هذه الحاله، بل يؤخر الى ان يامن تلف ما ذكر بان يصل الى الشط، بخلاف ما لو غصب نحو حجر ووضعه في اس مناره مثلا. اس مناره يعني اساسا، فانه يجب هدمها ورده لصاحبه، لأنه ليس له أمد منتظر بخلاف مسألتنا، فإن لها أمدا منتظر. يبقى لو غصب في أس، في أس منارة، أس يعني أساسا، أس منارة يعني ميزانة. لا صلى الله. أصل لو في رأس المنارة مش هيحتاج يهدى الجبال ولا تفوق على الجبال. لكن هو عايز يقول لك ان هو موجود في الاساس، عشان يجيبها لازم يهد المناره. فهمت؟ يبقى عندنا المثال الاول، لو غصب ايه لوحا يعني لو خشب وادرجه في السفينه وعمل سفينه وحط الخشب ايه وطلع بيها في البحر وحط فيها بضاعه بتاعته يعني ظبطه او فيها مال محترم او فيها ناس، وانت عايز تاخد الالواح بتاعته ما تاخدهاش بقى وهو في وسط اللوج، لان كده هتهلك. والسفينه مش هتفضل في اللوج على طول، دي حاجه مؤقته، يبقى اصبر لما تيجي على الشط وخد. لكن لو كان حجر واتبنت بيه مناره، مناره يعني هتعيش، ده في منارات مبنيه بقى لها دلوقتي 1000 سنه لسه ما اتهدتش، طب انا هاخد الحجر امتى؟ دي ملوش امل، يبقى ساعتها ممكن اقوم بهدمه. واخد بالك؟ طبعا المذاهب في المسائل اللي زي دي فيها بقى ايه مناقشات كتير. انا ادي لك مثال ثاني جراحي لطيف. لو غصب خيوط جراحيه بتاعته وبعدين استعملها وخيط بها جرح انسان، وانت عارف لا يلزمه رده لانه هيفتح الجرح ويرجع يجري، وهنا في الحاله دي لا يلزم رد عينه بل يرد قيمته فقط. واخد بالك؟ او نسبه.
يقدر يدوي مثله، لكن ما ينفعش يقول له ازاي؟ لان انا بني عليه كلمه ازاي؟ دي في حاجه مستحيل اقعد انت فكر حاجه كده. واخد بالك؟ ممكن حاجه كده. هديها برضه مثال ثاني؟ يعني لما تقعد تفكر كده. هو قصد ازازه الشربات بتاعتي وحطها قدامه وجابه اصابته غصه، وانا داخل عايز اخد ازازه الشربات، يبقى في الحاله دي لا، يزيح الغصه بازازه الشربات دي والا هيتخنق يموت، ويبقى لا يلزمه على القبر، وفي الاخر يجيب لي ازازه غيره، مش هصمم اخدها واسيبه هو يموت. فهمت ازاي؟ يعني اصل انت بقى مالك حلال قوي، هو اول ما حط قدامه كان شرب في الرز صايم، مش عارف يا ابو خد بالك، سيبه بقى قول له يا اخي اشرب يا اخي، مشكله الوقت بتتحل بقى. يعني انت ممكن يبقى القيمه او المثل. يعني في لما تقعد تفكر بقى كتير تجيب حاجات كتير، تجيب حاجات كتير وهكذا تفضل. هو اصلا بيديك مثال بيفتح لك ايه الحس بالفكر. علشان تبتدي بقى انت كمان تفكر وتتعرض لامور مختلفة وهكذا. لو غصب اديك مثال تاني جاب بالي دلوقتي. لو غصب السلم الخشب بتاعي وبعدين هو واحد من السماء والارض على اخر درجة من السلم عشان يطلع السطور بتاعه، جيت انا شفت السلم بتاعي ما اقدرش اخده في الحياه، لان لو خدته في الحال هيقع على الدور رقبته ويموت، يبقى لازم في الحاله دي انتظره لحد ما ينزل. واخد بالك؟ وبعدين وبعدين تصور كتير، نقعد بقى نقعد نفكر، ممكن نقعد كده نجيب 100 صوره وهكذا. ينزل بسرعه واستناه انا لحد ما ينزل، ينزل بسرعه للناس وهو كمان مش بسرعه تعدله، لأن الراجل كبير بينزل بالراحة، بينزل بالراحة اللي احنا واقفين. لكن في الحالة دي ما اروحش انا اخد السلم واعمل كده واقوم اعمل على السلم. اقول اصل سلمي. طب ما انا كده قتلت نفسي. فهمت ازاي؟ بقى بعد كده بقى نتفق بقى زي الاول، الاول هناخده دلوقتي ولا بعدين؟ وبعد كده هل اتكسرت منه درجة؟ اتكسرت منه درجتين؟ قعد عنده كم يوم؟ استعمله كم مرة؟ نبتدي بقى نفكر، لكن أنا بتكلم إمتى يسقط القبر؟ فهمت بس؟ أدي المسألة. يعني تقعد تفكر في حاجات كتيرة جدا. لأنه ليس له أمل منتظر بخلاف مسألتنا فإن لها أملا ينتظر. الثانية جبالي سوقتين بس مش هقوله لك عشان كل شويه يجي في بالي حاجات، ممكن تيجي لما تقعد تفكر بقى تلاقي حاجات كتير. بس الصور الطبيه مفيش يعني انا مش بكم. الثانية تأثيره للإشهاد، دي الصورة الثانية. هو دلوقتي علشان أنا رد اللي أنا قصدته للمالك، احتمال إن المالك ده عايز ينتقم مني فيدعي بمن قالي إن أنا ما رديتش. يبقى لازم أجيب شهود عشان أحمي نفسي بقى. فهمتني ازاي؟ طب افرض ان هو الملك عايزه دلوقتي وانا في مكان مقطوع ما فيش شهود، يبقى انا في الحاله دي مش واجب على الفور، واجب ان انا انتظر حتى يكون في شهود عشان احمي نفسي لاحسن ينكر. فهمت ازاي؟ ممكن يجي ينتقم مني يعمل بلاغ بايدي وانا تدور وعارف ان ما عنديش شهود. وخد بالك ان الغاصب لا تقبل دعواه بالرد إلا ببينة. يعني ما يقبلش منه يمين. لازم بينة، والبينة عند القاضي شهود. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول لك الثانية تأخيره للإشهاد. للإشهاد على الرد يعني. وإن طالبه المالك ولا إثم عليه حينئذ في التأخير. واستشكل بأن الغصب مستمر فكيف يجوز التأخير معه؟ وأجيب بأن زمن ذلك يسير بحسب الشأن وإن طال ببعض الصور. لأن له التأخير ما دام لم يجد الشهود، لأن المالك قد ينكر الرد مع أنه لا يقبل قول الغاصب فيه إلا ببينة،
فاغتفر التأخير لذلك للضرورة. ضرورة إثبات براءة الذمة، الضرورة هنا ضرورة إثبات براءة الذمة. قول لمالكه أي ولو بالوضع بين يديه إن لم يكن لنقله مؤنة، يعني يحطه قدامه مكنه منه، إن لم يكن لنقله مؤنة يعني تكاليف، لأن ممكن يبقى المرسوم محتاج ينقله على العربية نقل، ينقله في القرض بأكل سيارة، يبقى ليه مؤنة بقى. فلو لقي الغاصب المالك بمفازة في الصحراء والمنصوب معه، فإن استرده المالك وقبل أن يسترده في الصحراء ما يلزموش تكاليف مؤنته الحد مكان ما غصب، طالما أنا قبلت المالك أنا خدته خلاص، لأن لما خدته هو ملك والمالك عليه مؤنة نقل ملكه بقى، ما أنا اللي قبلت واضح. فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه، فإن استرده المالك منه لم يكلف أجرة النقل حتى لو أخذه المالك منه وشرط عليه مؤنة النقل. لم يجوز، ده شرط باطل في الحالة دي، لم يجوز. ليه؟ لأنه ينقل ملك نفسه. ولو رد الغاصب الدابة إلى قبل المالك برئ، إمتى؟ إن علم بردها إليه بمشاهدة وأخبار ثقة، لازم يجيب له بينه واضح ويعلمه، والا فلا. طب افرض وتعالى اصطاد من وراء الناس كلها ولا حد شاف ولا مدري، وبعدين هلكت في الاصطاد لسه ضاغط واضح، يعني حصلت حريقه بعد ما ردها بالليل من سكات كده وحطها، حصل ناس كهربائيه من الزريبه وقع ومات، لسه ضامن لانه ما علمنيش انه رد، ولم ياتي بشهود انه رد. واضح؟ برئ بالرد الى كل او والا فلا. ولو غصب من الوديع او المستاجر او المرتهن برئ بالرد الى كل منهم. وفي المستعير والمستام وجهان، المستام اللي هم لسه بيعملوا عقد البيع والشراء، يعني لسه بيتفقوا على السعر. وفي المستعير والمستام وجهان اوجاههما انه يبرأ لانهما مأذون لهما من جهة المالك وان كان ضامنين، ولا يبرأ بالرد الى الملتقط، الملتقط اللي خد اللقطة يعني، لانه غير مأذون له من جهة المالك. يعني دلوقتي انا التقطت مال لقط وفي زمن تعريفه جاء واحد غصبه مني، كويس؟ فلما غصبه مني انا اصلا ملتقط مش مالك، انا ملتقط يعني مستأمن. فلو رده ليا يبقى ما زال يضمن، فهمت ازاي؟ لان الملتقط ليس مالك، فهمت الحكايه دي؟ لأنه غير مأذون له من جهة المالك، الملتقط ده غير مأذون من جهة المالك، لأن المالك أول ما يعرف مكانه يروح ياخد منه. وإن كان مأذونا له من جهة الشارع، الشارع أذن له أن يلتقط ليعرف، لكن من جهة المالك غير مأذون ليه من جهة المالك، فهمت؟ فظهر من هذا أن في مفهوم المالك تفصيلا تندفع الاعتراض على التقييد بالمالك. يعني عايز يدي لك امثله امتى يبقى ضامن وامتى ما يضمنش، يدي لك الامثله دي. قول ولو ظلم اي الواصل، وقول على رده اي المغصوب، وقول اضعف قيمتي اي امثلها، لان الاضعاف جمع ضعف بمعنى النسب. يعني غصب مثلا جهاز شقه وراح ناقلها جهاز الشقه دي من مصر للمغرب العربي الطياره، تكاليف شحنها اكثر من تكاليف الشحن اللي العفش، وانا بردها ولو كان تكاليفها اضعاف اضعاف ايه؟ قيمه العفش، خدت بالك؟ لازم اقرر. لكن يفرض اذن له المالك قال له خلاص يا سيدي ادام انت غصبتها وخدتها وبعيده كده ما ترجعليش، بس شوف لي قيمتها كذا، هي قيمتها كانت 40,000 جنيه،
أعلى قيمة ليها لما كانت بحالتها للمخدر هذه 40 قبل يبني خلاص تمشي. لكن لو صعلم قال له أصل فيها ريحة أبويا وريحة أمي وغالية علي وكان فيها مش عارف إيه ده لازم هي دي ما ينفعش خشبة غيرهم وخبرت لأنها دي يعني فيها نوع من الأثر يبقى ساعتها لازم أمرد ولو كان يبقى إيه بقى ضعف واضح كل ده تقليد ولو برمن الواصب على رده المقصود أضعاف قيمتي أي أمثالها لأن الأضعاف جمع ضعف المثل بمعنى المثل كأن احتاج إلى أجرة حمل أو غيرها كأجرة من يخرج اللوح المقصود من السفينة في المسألة السابقة ولو بتفصيلها الواحدة وهذا لا ينافي قولهم فيها مال ولو للواصب لأن ذلك مفروض فيما يتلف بسبب الإخراج لا بأجرته فتأمل. يعني هنا في الحالة دي علشان يطلع له اللوح من السفينة هيضطر يكسر ألواح أخرى. هيتلف مال تاني يقول له مالوش أنا دعوة أنا ليا اللوح بتاعي وأنت تدفع تكاليف ما دي مسؤولية فهمت؟ ولزمه أيضا أيكما لزمه رد قول أرش نقصه وهو ما نقص من قيمته وهو ما نقص من قيمته وقول إن نقص أي بخلاف ما إذا لم ينقص ومراد إن نقص بغير رخص السعر كما يدل عليه الأخ مقابله بقوله أما لو نقص المقصود برخص سعره إلى آخره فهو مقابل لهذا المقدر سواء كان النقص نقص عين كقطع يد أو سقوطها ولو بهذا يعني كان العبد بتاعي وغصب العبد بتاعي هو عنده أصابته آفة في إيده غرغرينة واتقطعت الكف فهمت إزاي قبل المثال يعني أما لو نقص المقصود برخص سعره فهو مقابل هذا القدر سواء كان النقص نقص عين كقطع يد يعني أصابته الآفة دي مش بفعل أنا غصبته أو كل حاجة بس هو جاله سداد في الشرايين جات له جلط وبعدين عنده سكر والجرح بتاعه اتألم بغرغرينة واتقطعت له إيده أو رجله فنقص بقى سعره أرخص لكن نقص مش بسبب أنا ده طلبه يعني حتى لو كان عند ملكه كان حق ايه؟ كان هيحصل له الحكايه. خد بالك؟ ولو بآفة أو نقص أو نقص صفة أو افرض نقص صفة. يعني خد الواد العبد بتاعي والعبد بتاعي ده كان واد نجار محترم. وبعدين قعد غصبه عنده ثلاث سنين بنوا عن النجارة فالواد نسي صنعته. فتغيرت الصفة بتاعته. فبدل ما كان عبد نجار يساوي 100,000 جنيه عشان فيه له صنعة يقدر يفتح ورشة وتكسب بقى عبد مالوش صنعة أخرى بقى رخيصة أدي نقص الصفة فهمت؟ أو نقص الصفة كنسيان صنعته ولو كانت الصنعة بتاعته حرام كمان ولو نحو غناء من غير أمة أو أمر جميل الأمة تغني يجيز الشرع يعني ممكن الأمة تغني ما يجريش حاجة عشان إيه تدخل السرور على سيدها انما حره وتغني دي مصيبه مصيبه دي حرام لان الحره ليها احكام الغناء ده فعل الدماء الرقيق وكذلك اظهار الشعر والزينه والحاجات دي كلها ده فعل رقيق واخد بالك انما دلوقتي للاسف نساء المسلمين الحرات بتعمل فعل الدماء الرقيق وده ما ينفعش عشان كده ستنا هند تقول اوسسني حره يا رسول الله الزنا ده فعل الايماء لان اصلا متهمين وكل يوم في بيت شكل وكده فبالنسبه لهم يعني المحافظه على عرضهم عمليه صعبه انما الحره حره فتقول اوسسني حره يعني مستبعدها تماما او نقص الصفه كنسيان صنعتي ولو نحو غناء من غير امل او امر جميل ومنه ما لو غصب نحو فرتتي خف بقيمتهما 10 فتلفت احداهما فصارت البقيه تساوي درهمين فالزموا 80 قالوا كمن غصب ثوبا فلبساه اي تنقص بلبسه
وقوله أو نقص بغير لبس أي كخرق أو حرق لبعضه، فلا يشترط أن يكون النقص بسبب استعمال. قوله ولزمه أيضا أي كما لزمه فرش نقصه. قوله أجرة مثله أي لمدة إقامته تحت يده، ولو لم يستوفي المنفعة بأن لم يوجد منه استعمال، ولو تفاوتت المدة بالأجرة لزمته أجرة كل زمن بما يناسب. يعني خلي الواد العبد بتاعي وهو واد سليم قعد عنده 10 أيام سليم، أجرة العبد السليم في 10 أيام كام؟ كذا. طب بعد ال 10 أيام أصابته إيه؟ الآفة اللي أدت إلى سقوط إيده أو رجله، وقعد عنده بعد ما سقطت إيده ورجله شهر كمان. طب العبد اللي منطوع عليه أجرته قد إيه في الشهر ده؟ أجرته أقل، يبقى لازم هو أجرة العبد ناقص وقت النقص ويكمل وقت فهمت بقى القصة؟ لازمته أجرة كل زمن بما يناسبه، فلو غصب عبدا فمضى عليه زمن سليما ثم قطعت يده أو سقطت بمرض مثلا لازم مع قرش النقص أجرة مثله سليما بالنسبة لما قبل قطعها أو سقوطها، ومعيبا بالنسبة لما بعد ذلك. أما لو نقص المغصوب، قد عرفت أنه مقابل المقدر في كلامي سابقا، ولو قدم هذا على الكبرى لكان أولى وأنسب. أما لو نقص المغصوب برخص فعلي أي ولو بنحو كاسات أو رواق، يفرض مثلا غصب الواد العبد ده وقعد عنده شهر، أصدروا قرار حكومي قانوني بمنع العيد عليه. ده ما بقاش في قيمه، ده ما اعرفش ابيعه، ملوش ذنب. طب الغاصب يرد العبد انه مال، القانون ده مش في ايدي انا، فهمت؟ وقوله فلا يضمنه الغاصب على الصحيح هو المعتمد، لان المغصوب باق بحاله. وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرئ مجبر برده اي على رده، فالباء بمعنى على. والنسخة الأولى أولى للتصريح بدون الرد ولو من غير إجبار. وقول إلى آخره أي إلى آخر ما ذكره المصنف من قول وأرش نقصه وأجرة مثله. فإن تلف فإن تلف المغصوب ضمنه الغصب بمثل نقف عنده، لأن دي جملة جديدة بقى نكمل إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.